السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ احوالكم ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده الرز المعمر. هوريك طريقته يعني تكاته. في بنات كتيره كانوا بيكتبوا لي في التعليقات على الرز المعمر احنا ما بنعرفش بتعايروا الرز المعمر ازاي. طب هقول لك حاجه، مش هقول لك الصينيه ال 28 بتاخد، لا هعرفك احنا بنعمله ازاي من غير عيار. طيب اساس اللبن، اساس الرز المعمر عندنا في الفلاحين اللبن البقري والزبده البقري. جربيهم بشويه لبن بقري وزبده بقري، هتلاقي الرز المعمر بتاعك كانه بصي فلاحي اصلا، ده اساسه. طيب انا ما معيش عنديش الا لبن جاموسي هنا اهو، فاحط لبن جاموسي بس اساسه. لما باجي اعمل معمر بجيب زبده بقري وزبده بقري ولبن بقري، خلاص. طيب واحد اهم حاجه في اللبن انه يكون بخيره، لازم وش القشطه ده، عارفه الوش ده هو اللي بيعمل لك وش الرز المعمر، مش الزبده. الزبده بتديكي طعم حلو وفرفره جوه. وفي اوقات ما بيبقاش عندي اي زبده، بعمل باللبن بقشطته وبعدين احط شويه زيت او سمنه في الاخر، يديكي مفرفره كده من غير يعني. وممكن ما احط الزبده كمان بس بيديكي فرفره، بيفرفر من بعضه. طيب واحده تقول لي انا مش فاهمه انت بتقولي ايه، انت ما تبقي بتغلي شويه لبن على النار وفروا منك على البوتاجاز، مش كل لما تقيد البوتاجاز بتشم ريحه رز معمر، وخاصه لو الوش وقع جنب الحواف كده، كل ما النار تقيد تلسع القشطه فتديكي وش قابب واحمر، صح؟ لانك طب انا لو شلت القشطه كده خلاص اهو، شلت القشطه ورحت حاطه اللبن بس حط الزبده كتير، مش هيعمل لك وشي لو انزرعت جنبه. الوش ده اساسه القشطه، ده شويه القشطه ده. حتى انا ايه، انا كنت شايله قشطه وبعدين حطيتها تاني عشان اعمل بيها الرز المعمر. يعني انا كنت شايله القشطه في طبق عشان كنت عايزه اعمل حاجات تانية بيها، بسبوسه والكلام ده كله، فجيت اعمل رز معمر النهارده قلت ايه، حطيت القشطه وغليت اللبن بيها اهو. اللبن بتاعي دافي عادي، ممكن يكون بارد او مغلي، ما فيش اي مشكله خالص. وفي عايزه درجات بقى الرز الاحترافيه بتاعه الرز المعمر، بنحط الرز وتنقعي فيه وتحطي عليه اللبن وتسيبيه منقوع فيه شويه، الحبايه نفسها بتشرب الرز. خلاص كده هوريكي بقى المعيار من غير كوبايات، سواء هتعمليه في حله هتعمليه في صينيه. ناس كتير عندنا هنا في الفلاحين بيعملوه بحله ويعملوه بالرز بالسكر وعليه شويه فانيليا والعيال الصغيره ياكلوا، بيبقى طعمه تحفه. نعمله مع بعض مره واعمله في حله الخبيزه اهي جنبنا اهي، هوريها لكم كمان. فهنشتغل مع بعض وان شاء الله اوريكم برضو في الفيديو ده صينيه البطاطس بطريقه سهله وتبقى مسكره معاكي ومدخنه جميله على البوتاجاز كمان من فوق. خلاص اتفقنا بالقشطه بتاعته. كميه اللبن بقى بتبقى لبن كتير شويه، وزود شويه ميه صغيرين عشان ما ينكتمش منها، ممكن تحط لبن كله. لو عملت البقري حطيه لبن كله. خلاص نيجي بقى، شوفي بقى بسم الله الرحمن الرحيم تكات بقى حلوه ايه، هتفهمي. اي صينيه عندي الامونيا تيفال سيراميك الكلام بتاعكم الحلو ده ما فيش اي مشكله، انا بحب الالمونيا. انا خدت الالمونيا بتاعتي كلها اصلا، بعتها لي من اللي فات وجبت شويه صواني، فهبقى اوريها لكم ان شاء الله. اساس بقى الرز المعمر، بصي اللي هو يكون الرزه بتاعتك نظيفه مزيته، الاستاذ الجندي ما تبقاش بلدي. ليه؟ عشان ما تبوش معاكي، تبقى ايه محببه وحلو. بصي بقى انا بحط شويه كده اهو، هوريكي بقى العيار. وطبعا عيار الرز بيتعمل قبل ما تغسلي الرز، ونفرك كده اهو اهو، شايفه العقله دي؟ العقله دي بيبقى الرز اخر العقله دي، سواء في حل في حل او صينيه. بحط كده، شوفي لسه العقله اهي اهي، واخده بالك انت؟ لسه ما جابتش، يعني الرز في نصها والعقله فوق اهي، العقله الاولانيه ده اهي. لازم الرز بتاعك يبقى لغايه العقله دي، ما يزيدش عنه بس ممكن يقل عنه. يعني انت لو قليت، يعني انا الرز بتاعي هنا لغايه هنا، هتبقى الصينيه تعتبر فاضيه. يعني لو انت ما عندكش عادات كتيره ممكن تعملي بيه. طيب انا عايزه الصينيه اعملها مره واحده في الفرن ومثلا وتتاكل وخلاص، ويتبقى منها شويه هعملها هنا، او ممكن تصغري الصينيه لو عايزه الصينيه مليانه تصغري. طيب لو صينيه صغيره او كبيره او حله او اي حاجه، لازم الرز بتحط صبعك في نص الرز كده اهو 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 كده، ويبقى لغايه العقله دي، حاولي ما يزيدش عنها، لان كده لغايه العقله دي لما ينغسل ويشرب اللبن هيوصل لغايه فوق كده. وهوريها انا بقى، ممكن تحط انت بكوبايه، انا بحط كده ايه واقيس تاني.
بصي لسه برضه انا مش عامله، مش عايزه الصينيه بتاعتي مليانه قوي، يعني في الصيف الاكل بيبقى قليل، في الشتاء الاكل زياده. لغايه العقله بالظبط، لغايه العقله الاولانيه، لغايه هنا ممكن اعملها، لغايه هنا اقل بس مش ازيد. دي بقى في صينيه اهي لغايه العقله هنا، ما يبقاش اكتر من العقله هنا لغايه هنا، سواء عاملاه في حله، في صينيه، في اي صينيه كبيره، صينيه صغيره، هو مقاس اي الرز يبقى عقله كده. ليه بقى؟ لان تبع حجم الصينيه بياخد حجم الرز، حتى لو صينيه صغيره وحطيت العقله هتبقى على قدها. خلاص هغسل اللبن، ومعايا سمنه فلاحي اهي، انا ما عنديش زبده. السمنه فلاحي دي انا كنت عاملاها معاك، واللي بطلع منها المرته في الايام اللي فاتت، اللبن الرايب على القشطه على حته الزبده، تطلع لي شويه سمنه فلاح اهو جمال خالص. طبعا زبده فرن وزبده كريستال والجماعه دول، يا جماعه دول مش زبده، ده عباره عن سمنه. هنبقى ان شاء الله اعمل لكم عليه فيديو واوريكم الفرق بين الزبده والسمنه. حتى انا جايبه زبده نوعها يعني مش عاجبني والله، بس مش اهو بقى يعني اللعب في الزبده والسمنه. الحاجه غاليه جدا اساسا، فانت لما تلاقي ثمن القشطه غالي وتلاقي الزبده ارخص من 8 كيلو القشطه، اعرف ان هي مضروبه من غير ما تفكري ومن غير ما تدوقي. وبعدين في طعم دلوقتي من زمان، طعم السمنه الفلاحي، بيضيفوه على اي زيوت واي مواد كده ويجمعوا لك ويقولوا لك دي زبده، الله شمي فتشمي تلاقيها ريحتها ايه. بس في الاكل ما فيش. اغسله بقى الزبده، اسمه ايه، الرز ما بيتعيرش بعد الغسيل، هوريكي شوفي الفرق اهو. اغسله وارجعه. شفتي بعد ما غسلناه الصينيه تقلت خالص ونفش، ده غسلناه غسلتين اتنين بالظبط. خلاص طيب نيجي نعمل ايه بقى؟ بنحط الملح الاول، ما تملحيهوش قوي قوي قوي، لان لحظه ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، انا بدوقه برضو لان الرز بيشرب اللبن فالتملاحه دي بتنزل، فانا بدوقه قبل ما احطه على النار. وشويه سكر، يعني مثلا قولي معلقه من دي ملح ونصها سكر. السكر بيبرز لك بقيه النكهات. بسم الله الرحمن الرحيم، انا هنزل بقشطته. اللبن بتاعي دافي، ممكن تحطيه بارد، ممكن تحطيه مغلي، مش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم، اعرفك بقى. شوفي بصي، بسم الله الرحمن الرحيم، ده قش بقى من القياس اللي احنا قاعدين عليه. بتقلبي عشان الملح ما يبقاش في حته واحده اهو. اساس بقى اللبن ايه، ما يبقاش بقى متغطي بس كده، اهم حاجه ان احنا حطينا قشطته الاول. خلاص وانا بغلي ميه هناك اهو، طبعا بعمله لكم مره بالبقري. الصح بقى انك لو عندك حتتين قشطه تحطي تحت القشطه، لو عندك زبده تحطي، اخر حاجه تلجئي ليها السمنه الفلاحي او ازاي. بس لو مش موجود غيرهم ممكن تحط، بس هو هيعمل وش ان شاء الله. وعايز درجه حراره عاليه من فوق، في تمليحه صغيره كده اهو. بتدوقي بقى قبل ما تضيفي ميه او تضيفي اي حاجه، شويه ملح اهو، تقلبي كده كده هيعمل لك وش. مدام حاطه القشطه وكل حاجه، لسه هنزوده ميه مغليه لغايه اخر الصينيه، ماشي؟ وده مش محتاج عيار، هتعمليه في صينيه كبيره، صينيه صغيره، بتحطي شويه اللبن يبقوا فوق الرز بشويه قد كده، وبنزود ميه مغليه، وممكن تزودي لبن زي ما انت عايز، بس اللبن ما يكبس معاك الرز ويعجن، فلازم شويه ميه مغليه. لو جاموس، لو بقري، ممكن تعملي كله بلبن. التمليحه يا دوبك، احنا ما بنملحهاش كده تمليحه كتيره عشان ما يبقاش مصيص معاكي، ما يبقاش مملح قوي 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 معاكي اهو. ونقلب، ولازم تقلبيه، يعني ممكن تسيب الرز ده نص ساعه بره او ساعه بره قبل الفرن، بيشرب اللبن بيبقى طعمه تحفه، بس بيبقى عايز يكون عندك لبن تاني بره فتزودي بيه، فهمتي؟ ده بقى بيبقى حسب امكانياتك، يعني عايزه تعملي رز معمر فاخر يعني بتاع الفلاحين، الفلاحين بيعملوه باللبن كده ويركنوه على ما يحمر الفرن وعلى ما يعملوا،
ويجوا يزودوه لبن بقى قبل ما يحطوه في الفرن، بيبقى طعمه يا عيال ايه تحفه. بص بقى انا هحط بس زبده فلاح عشان تخليه مفرفر، وممكن تحط زيت، زيت تموين عادي خالص او سمنه عاديه، اي سمنه كده كده الوش هيتعمل بالقشطه، ملوش دعوه بالبتاع ده. مع اني اصلا السمنه دي انا ما احبش السمنه، يعني انا بشوف ان الزبده فنسبه ميه عاليه، والقشطه طبعا ميه عاليه، فديكي طعم والنتيجه جميله وكل حاجه. خلاص الميه غليت اهي، بقت اللبن عندنا اهو. بصي بقى انا عايزه اوريكي حاجه، وهنروح على البوتاجاز، مش هقفل الفيديو لما اوريك الرز بقى عامل ازاي. بصي يا ستي، كل ديت حله ضغط جايباها من 3 سنين تقريبا، شكلها كده لان حطاها فوق تقفيله المطبخ يعني. بصي بقى هي دي انا كنت جايباها من 3 سنين ب 100 جنيه اهي. طبعا دي من الاستخدام بقى، انا بعمل فيها كل، بعمل فيها الفراخ المشويه، بعمل فيها صينيه البطاطس بالفراخ، بعمل بقى الرز المعمر، درجه حرارتها عاليه جدا جدا جدا، فبعمل فيها كل حاجه. دي دلوقتي سالت عليها من يومين، قالوا في دي ب 180 وفي منها الامونيا تقيل نزل ب 280، لما يتوفر معايا ان شاء الله ابقى اجيبها لكم. هوريكم الفيديو بتاع، هبقى احط لكم في التعليق المثبت تحت اللي انا جايبه من عنده ورقم تليفونه وكل حاجه لو انتوا عايزين تجيبهم، والمعرض بتاعهم كمان. خلاص ديت دلوقتي هطلعها على النار، ايد عليها وابريها لكم، بس بيبقى صعب ان انا اصور بالحاجه موجوده جوايا لان حرارتها عاليه جدا. دي بتقفل بايدي عليها وتقفل الحراره كده، الشكل الهرمي ده بيبقى عامل زي الفرن، وتيجي تفتحي تبص من هنا تبقى الحراره عاليه جدا جدا جدا. دي انا هطلع بيها على النار دلوقتي، ونيجي نكمل نحط الميه المغليه عشان ايه الحاجه. انا نقلت اهي الصينيه، حله الخبيز على نار حاميه خالص، خلي بالك هي عايزه نار حاميه مش نار ضعيفه. واهو لازم تقلبي الرز المعمر تقليبه عشان ما يكتمش. طبعا هو شرب ما شاء الله شرب، نبقى نعمل طواجن فخار ان شاء الله. هزوده شويه لبن صغيرين عشان يبقى طعمه حلو، لانه شرب شويه من اللبن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. والله في اوقات كتيره اللي بعمله اللي بزبده ما دام عندي قشطه. بسم الله. انا بقى بزود الميه المغليه وهو على النار هنا اهو، لاني انا مش هقدر اشيل الصينيه واروح بيها وتتدلمق مني وبوظ مني ما بعرفش. بتزودي الميه المغليه لغايه فوق، لغايه قبل الاخير بسنه صغيره. احنا بنقلبه ليه؟ عشان يتساوى كله مع بعضه واللبن يدخل فيه كله، ما تلاقيهوش مكتوم مني. والسمنه دي تقدري بعد ما يطلع الوش بتاعه تعمليه عشان ما تخبطش الوش، يعني ساعات في انواع سمنه تخبط منك الوش. طبعا حله الخبيز دي بتبقى حاميه جدا. وهنا بقى ممكن تدوقي برضو اسمه ايه الملح بتاعكم، تمليحة يعني خفيفة شوية. طعم بقى السمنة والزبدة بان، السمنة وحتة القشطة. انا هعمل معاها، لو انت تخافي بصي لاحظي ان الرز هيشرب ده كله، فالملح هيتركز في الرز، يعني ممكن ان انت تدوقيه يبقى خفيف بس على ما يستوي يبقى مملح، خلي بالك من النقطة دي. فانا عامة بخليه وسط ملوحة كده، وعندك البطاطس بقى الطبيخ تحط طبق مخلل بدل ما يملح. ساعات الطبخه كده بتملح منك مره واحده، وانا حاجتي ساعات بتملح برضو كده، لان ايه الدوقان ده بيخوني يعني. احنا قلبناه عشان الرز كله يبقى متساوي مع بعضه كده اهو. لازم تديه تقليبه قبل ما تدخليها على الفرن عشان ما يكتمش، فتلاقي ال اسمه ايه الرز والقشطه فوق وعجن منك تحت او كتم منك ومحروق من تحت وما استواش اهو. خلاص هغطيه بقى، طبعا بتزودوا ميه مغليه عشان تشتغل مع الفرن بسرعه والحاجه تقيم منك بسرعه، لكن ما تزوديش ميه بارده واحنا لسه حاطين الحله على البتاع، فيجي يسخن ياخد وقت فيبلط منك ويبوظ زي الكيكه بالظبط. الحاجات دي عايزه حراره عاليه، وما توطيش البوتاجاز. وان شاء الله باذن الله اجيب معاكم، بس يتوفر معايا بس اجيب الحله اللي هي التقيله ب 280 جنيه. انا مش عارفه الراجل ده انا بتعامل منه، بجيب منه الالمونيا بتاعتي كلها اللي هي الالمونيا البلدي، بس جميله يا عيال والله.
شوية كده هحسب لكم على الساعة، هو مثلا كمان ربع ساعة نص ساعة بفتح الغطا من فوق تلاقيه استنى ولاقيه عمل الوش، بس ما تقعدش تفتح وتقفل عليه بقى، بنفتح من هنا كده اهو، بتشوفي من هنا ان شاء الله اول فتحة ليه هكون هوريكم شكلها عامل ازاي. تيجي نفتح عليه بعد 10 دقايق ربع ساعة كده بكتيره، انا كنت حاطاه معاك واحد اتنين كان الساعة 2:50، دلوقتي هشوف الساعة كام بالظبط، الساعة 2:09. نيجي نشوف، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بيبقى سخن جدا جدا جدا، طلع حرارة عالية في الموبايل ما بيستحملش الحرارة وبيفصل، فخلي بالكم من النقطة دي. لسه ما احمرش قوي بس بيغلي على اخره اهو، طب ما احمرش قوي ليه، كمية القشطة بتاعتي مش كتير، بس هو بدأ الدم بدأ يعمل وش، يبقى كده شغال حلو ما شاء الله. طب هقفل بقى. الحرارة الوش بتاعك بيتعمل على حسب القشطة اللي انت عاملاها، حرارة البوتاجاز اللي بتحطيه على عين كبيرة، ويبقى الحرارة بتاعته عالية ما توطيش. خلاص انا مثلا الساعة 2:10 دلوقتي، 2:30 هكشف عليه، انا كشفت عليه لما لقيت ريحته طلعت، يعني بعد 10 دقايق او ربع ساعة ريحته طلعت. خلاص فمثلا الساعة 2:10 دلوقتي، 2:30، 2:30 لـ5 لو انت بوتاجازك احمى من بوتاجازي حامي قوي، يعني القشطه بتاعتك كتير، اللبن دسم قوي، كان معانا احمر يعني ساعات كتيره بعد نص ساعه بالظبط الاحمر خالص. الساعه دلوقتي 2:30 و5، انا عايزه افتح البوتاجاز معاكم ونشوف مع بعض. طبعا ما بتفتحيش من تحت، هنا سخن جدا، بنفتح من فوق الاول، وانا ما طفتش اي حاجه بصراحه الحاجة. وعلى فكره الاضاءه هنا مش حلو كده، هتحمر اهو. خلاص هطفي البوتاجاز، اصبري بقى اوريكي حاجه بصراحه الحاجة، بس عشان السخونيه هتهب علينا يعني. على فكره هو يعني في الحقيقه احلى من الكاميرا، اتحمر من الجوانب اهي. طيب لو تلاحظي ان السك الرز مال الصينيه اهو، عشان تشوفي الرز مال الصينيه. طب لو الرز بتاعك اتحمر من فوق وملاش الصينيه تعمل ايه؟ هتروح مزوده ميه مغليه من الجوانب هنا، هترفع الحراره وتخلي الرز يتشرب ميه وينفخ معاك بسرعه. خلاص يعني شوفي بقى، احسبي استني بقى مكانها لبن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. عايزه اوريكي بس ايه، انا اللي بقرف. يا سلام، يس شفتي اللمعه بقى والفرفره دي بتبقى للزبده، السمنه الفلاح اللي انت حطاها، شويه زيت التموين. لكن الوش اهو، الوش ده بسم الله الرحمن الرحيم، الوش ده اهو بتاع القشطه. يعني انا لو حطيت كيلو زبده هيديكي هيديكي فرفره وحاجات حلوه، بس مش هيديكي وش. الوش ده من القشطه. انا بعمل ايه بقى دلوقتي؟ لو انت مثلا في الشتاء دلوقتي وجاي لك عزومه وعايزه تخلصي، هتروحي مغطياها بورق استرتش وغطيها بغطا، وتروحي في الدفايات عندك وفي الغطا الشتوي، وتروحي كبساه كده هيتنيه معاكي 3 4 ساعات، 6 ساعات كمان سخن. خلاص إيه انا بحب ايه، انا ما بنقدمش الاكل سخن كده، الاكل يا ست كل ما يتقدمش سخن لازم الاكل ايه يدي ياخد مع نفسه. انا طفيت عليه، هغطي عليه الغطا واسيبه كده على ما اجهز البطاطس، هيبقى دافي ويبقى طعمه احلى، وطعمه يبان، الرز يبان، والعسل والاسمه ايه والقشطه تبان، وكل حاجه تبان جميل، وما بياخدش وقت ويوفر. لو بتعمليه في فرن البوتاجاز هياخد منك قشطه كبيره جدا على ما يتعمل، او عايزه الفرن حامي قوي قوي، ده ما بينجي، ده بينجز جدا على فكره. وبعمل فيه الفرخه المشويه وسنه البطاطس وعليها الفرخه، بعمل فيه اكلات اللي محتاجه حراره عاليه جدا ما بلجاش البوتاجاز. انا اشتريت بوتاجاز بس الصراحه يعني شاربه بيضه يعني الحمد لله، فحبيت اشارك معاكم كل التفاصيل للبنانات اللي ما بيعرفوش لسه يعملوا ده، هو من غير معيار ومن غير اي، تعرفي تعمليه في حله، تعمليه في صينيه، صينيه كبيره، صينيه صغيره، زي ما انت عايز. والف هنا وشفا، وما تنسيش تحطي لي لايك، شير الفيديو جميل، تابعيني لنا وصفات جميله جدا جدا للمبتدئين وللي عايزين يفهموا الدنيا ماشيه ازاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.